جائزة البوكر العربي واحدة من الجوائز المعروفة جدا والمهمة جدا بالنسبة لكل الروائيين العرب. أعلنوا القائمة الطويلة، هم عندهم لونج ليست عندهم شورت ليست. اللونج ليست فيها تقريبا 5 أدباء وأديبات مصريين ومصريات. طيب ده طبعا لسنة 23 حتى لا يختلط الأمر على حد. طيب رواية الكل يقول أحبك أو أحبك، هنا هنسأل برضو عليها الكاتبة المصرية الدكتورة مي التلمساني، ورواية أيام الشمس المشرقة للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، رواية عصور دانيال في مدينة الخيوط للكاتب المصري أحمد عبد اللطيف، ورواية الأنتك خانة للكاتب المصري أستاذ ناصر عراق، و وحشني جدا قد الدنيا بالمناسبة، رواية بار ليالينا للكاتب المصري أحمد الفخراني. خلونا ناخد معانا دكتور مي التلمساني الروائية وأستاذ الدراسات السينمائية في جامعة أوتاوا أو أوتوا الكندية. أهلا 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 بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ تمام. دكتور مي تحدثنا من القاهرة. بسمع صوتك وبشوفك تاني. والله وأنا مبسوط، كنت لسه أقولك في كندا ولا في القاهرة؟ لا أنا في القاهرة. طيب عظيم، القاهرة إذن كده منورة بأهلها. كلميني عن الرواية أولا، المنطوق السليم أحبك ولا أحبك؟ لا ما أنا مخليها ملتبسة بقى شوية. ليه بقى؟ أحبك أحبك عشان ممكن راجل يقولها أو ست تقولها، والشخصيات نسائية أو رجالية بيقولوا الكلمة دي، كلنا بنقول كلمة أحبك. أيوة صح. طيب بس مش عارفة إذا كلنا نعنيها، يعني نتمنى ان الكل يعنيها في الحالات الجيده، يعني لما يبقى كده الزمن حالته حلوه نتمنى ان الكل يعني الكلمه ويبقى قادر على تحمل مسؤوليتها. الروايه بتدور فين؟ بتدور هنا ولا بتدور في المهجر؟ لا هي بتدور في كندا وفي امريكا، انما الشخصيات بتاعتها كلها شخصيات من اصول عربيه او مصريه، معظم الشخصيات مصريين بس في بعض الشخصيات من أصول سورية أو جزائرية أو كده، وكلهم مربوطين ب يعني وطنهم الأم. هي رواية يعني فعليا بتدور في أمريكا الشمالية، إنما كل الفلاش باك والذكريات اللي بتخص الشخصيات دي بتدور في مدن عربية. طيب ده كلام عظيم جدا. هنا يجي سؤال تاني بالمناسبة، وعلى ذكر أنه أيضا موجود في نفس الترشيحات بتاعة البوكر في اللونج ليست موجود أكتر من كاتب وكاتبة مصرية، ولكن أيضا من بينهم ميرال الطحاوي، وبرضه هي من لو صح التعبير نعتبرها برضه من روائيات المهجر. هل أقدر أوصف بأنه أصبح في عندنا موجة أدب المهجر لدى الروائيين المصريين أو في الرواية المصرية؟ طبعا عندنا موجة كبيرة ابتدت يمكن من أنا مهاجرة من 25 سنة، وفي أسماء كتيرة جدا من نفس الجيل اللي هو بيتسمى جيل التسعينيات. أيوة. موجود في أماكن متفرقة من أوروبا ومن أمريكا، ميرال في أمريكا، وفي عدد في يعني ياسر عبد اللطيف في كندا، أحمد يماني في مدريد، وهكذا يعني في أسماء كتيرة جدا عايشة بره مصر إنما بتكتب باللغة العربية وبتنشر في مصر. طب دكتور مي خليني هنا أسألك على مدى تأثير أدب المهجر على الرواية المصرية والرواية العربية. هو أنت عارف إحنا ابتدينا ما نقولش قوي كلمة المهجر زي ما كانت بتتقال أيام جبران خليل جبران مثلا وكده، لأن العالم بقى قرية كبيرة، يعني إحنا حركتنا بقت يعني بسيطة بين الدول وبعضها، بنعبر الحدود ببساطة أكتر، بالذات اللي عنده باسبور كندي أو أمريكي. يعني فكرة إن إحنا بقينا بعيدين عن أوطاننا الأم ما بقتش قاسية ومعقدة زي ما كانت زمان، ومربوطين بقى بالعالم ده كله بالتكنولوجيا. يعني السكايب وأدوات التواصل الاجتماعي وكذا بتقرب العلاقة بين الأفراد اللي عايشين خارج بلادهم وبين بلادهم الأصلية. طيب ممكن تبقى بتقرب العلاقات، هي مناقشة أكتر منها أسئلة بيني وبينك، لكن في نفس الوقت أعتقد أنه هي
خلقت تأثير وجداني عند الأديب، عند الروائي، عند الكاتب. نلاحظها في أنه كتير في أدب، أنا لسه متمسك بكلمة المهجر، تلاقيها رصد لما يطلق عليه أحلام مجهضة، أو رصد لنوستالجيا الوطن الأم، ولا أنا غلطان؟ لا لا عندك حق تمام، هي فعلا الأحلام المجهضة. أنا عايزة أقول في الأدب المصري بالذات هتلاقي حتى تاريخ الهجرة مش تاريخ مبني على مثلا إشكاليات ضخمة حصلت في مصر طبعا في العموم، لكن في استثناءات لكل ده. إنما في العموم أنا مثلا هاجرت عشان أعمل الدكتوراه مش بسبب حروب مثلا، لو صح. قلنا كاتب لبناني أو سوري هيكون بسبب الحروب وهكذا. فبتظل فكرة إن كاتب اللي عايش خارج مصر مرتبط بمصر ومش حاسس بإنه مطرود أو إنه ما يقدرش يرجع، كلنا بنرجع وكلنا عندنا علاقة مستمرة بالبلد، بعضنا بيرجع مرتين في السنة. إنما في النهاية في معاناة لأن إحنا مربوطين قوي بالبلد وبنحب البلد بشكل محدش هيقدر يتخيله. يعني فعلا التفكير والشوق والمحبة والإحساس الارتباط الوجداني والقيم والتفكير فيما يحدث داخل البلد ده الشغل الشاغل بتاع كل الكتاب فيما أزعم يعني المصريين اللي عايشين بره مصر. فعندنا علاقة يعني حميمة جدا 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 بالوطن الأم، ومن هنا بتيجي المعاناة اللي بنتكلم عنها في أعمالنا اللي بيسببها البعد. يعني هي علاقة حب عن بعد، إنما حب غير مشكوك فيه، حب أصيل يعني وحقيقي. ده 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 كمان بيخلي إنه في هنا وده يمكن يبقى تأييدا بقى أو تعضيدا لوجهة النظر، إنه القدرة على الانتقال والعودة طول الوقت ما بين الوطن الأم والوطن الجديد أو الأرض الجديدة أصبحت سهلة وملموسة، وبالتالي ما بقاش في عندك هذه هقول إيه مسألة الحنين الدائم إلى الأرض، لكن على ما يبدو في انكسار ما، ولا ما فيش؟ لا في طبعا كتير مننا كان يتمنى يكون في مصر. طبعا في بنستفيد من الحياة خارج مصر. أنا مثلا في حالتي مش عاوزة أتكلم باسم الكل، إنما في حالتي أنا كان عشان أعمل الدكتوراه كان لازم أطلع برا، كان لازم أبقى عندي أكسس لمكتبات كبيرة، أشوف طريقة أو نمط التفكير العلمي ازاي بيتطور، وعشان اعمل دكتوراه. وانت استضفتني قبل كده اتكلم عن موضوع الدكتوراه بتاعي اللي هو الحاره في السينما المصريه بالظبط لو تفتكر. طبعا فالنوع ده من الشغف اللي هو الشغف بالبحث العلمي وكده هو اللي بيخلينا عاوزين نطلع. الانكسار في حالتي انا هو انكسار لاني ما قدرتش يعني استقر في مصر على مدار ال 25 سنة اللي فاتوا، اشتغل في مكان بحبه، اربي ولادي بالشكل اللي انا اتمناه، المجتمع لسه بيناضل من اجل الحريات وكذا. فانا كنت حاسة انه يمكن مهم جدا بالنسبة لي ككاتبة ان انا انفتح على عوالم اخرى، لانه ده مهم للكتابة طبعا. ومهم للبحث العلمي، وفي نفس الوقت كنت أتمنى أنه أرجع لمصر وأستقر فيها. وبتهيالي أنه ده هيحصل يعني حاجة أكيد. مفروغ منها أنه رغم الانكسار أو رغم المعاناة اللي الواحد شافها على مدار سنوات الهجرة إلا أنه بيظل الحلم القائم بالعودة أكيد والاستقرار في مصر. وأنا أظن العودة باتت قريبة جدا، أنا بقيت بحس جداً. أن مصر ممكن تتحول إلى مهجر أيضا، ليه مش بس العائدين إلى أراضيها، مرة تانية ممكن تتحول إلى مهجر لجنسيات وثقافات مختلفة يجوا عندنا مرة تانية زي ما جرى قبل كده. أشكرك جدا جدا دكتور مية المساني الروائية وأستاذ الدراسات السينمائية بجامعة أوتاوا الكندية والمرشحة في قائمة البوكر العربية.